سميتي عمار ميلودا، عندي جوج وليدات. المهم كنت اصلا كنسوق وتعاط، قالوا لي الدراري من الاحسن تاخدي طاكسي احسن ليك، والحمد لله لقيت فيه المعامله مزيانه، كيتعاملوا معايا الناس مزيان، لا شيافار لا الكليان لا حتى شي حاجه، الحمد لله ما عمرني لقيت شي مشكل. 7 سنين دابا وانا في الطاكسي. انت بوحدك اللي كاين؟ لا كاينين حنا بزاف د البنات كاينين، شحال تقريبا؟ تقريبا شي 7 ولا 8 بحال هكاك كاينين د البنات. كاينين بنات في الطوبيس، كاينين بالنسبة للكليان الحمد لله مزيان، كيحترموني الحمد لله، ما عمرني لقيت شي مشكل معاهم ولا عمرني تعرضت لشي حاجه ولا داكس. كيف تفرحوك؟ الحمد لله، اللي يطلع معايا كيقول لي تبارك الله عليك الحمد لله، زعما ما عمرني ما لقيت شي مشكل. الرساله اللي كنوجه للنساء تنقول لهم خرجوا خدموا وعولوا على ريوسكم، الخدمه راه مزيانه، راه ما كاينش شي حاجه احسن من الخدمه اصلا. الناس الا كانت المراه مجوجه راه واخا تخدم تعاون راجلها الخدمه راه ماشي عيب، الا كانت خدمه شريفه محترمه راها مزيانه. ما كاينش الفرق ما بين المراه والراجل، يخدموا كل بحال راه ما كاينش الفرق بيناتهم، كيكون غير الاحترام التواضع راه توصل اي حاجه بغاتها، ما تبقاش في الدار تقول لا انا ما عنديش خدمه، ما عنديش مدخول، ما عنديش اي خدمه، اي خدمه تكون شريفه، شتي ولو تصيب عليه الخبز وتخرج وتبيعه راها خدمه شريفه. لا الحمد لله انا بعدا ما لقيتش فيه صعوبه، دوزت كوين خديت بيرمي ديالي الحمد لله. مهنه شريفه وما كاينش يبقاو يخلعوهم ويقولوا لهم لا راه كتعرضوا للتحرش، كتعرضوا للكريساج، كتعرضوا، هذا الشيء ما كاينش الحمد لله. كنا كنخدموا لا شيافر ولا حنا كنخدموا خوت، كيشوفوك غادي في الطريق تيوقف ليك تيقول لك ياك ما خصك شي حاجه، ياك ما مساعده كاينه في كل شيء، ما عرفتيش شي بلاصه كتوقفو كتقولي خويا بغيت نمشي لهاد البلاصه وريها ليا كيوريها لك. هذه ديزي.